جرى في قوة دفاع البحرين افتتاح دورة المتطوعين المدنيين للقوى الاحتياطية الدفعة الأولى، وذلك في كل من الاتحاد الرياضي العسكري بحضور اللواء الركن منير أحمد السبيعي قائد وحدة القوى الاحتياطية الملكية، والدفاع الجوي الملكي بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وسلاح البحرية الملكي البحريني بحضور اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني. ويشترك في هذه الدورة عدد من المتطوعين من القطاع المدني في القوات الاحتياطية للمواطنين من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني من العسكريين والمدنيين، وذلك لتأهيلهم التأهيل العسكري الذي يمكنهم من الدفاع عن وطننا الغالي ويكونوا درعا داعما لإخوانهم من منتسبي قوات الدفاع البحرين، وذلك إيمانا وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وقد تم الإعداد الجيد لهذه الدورة من تجهيز لقاعات الدراسية وتوفير كافة احتياجات ومساعدات التدريس وانتقاء أفضل المدربين حتى تثمر هذه الدورة المتميزة أفضل النتائج المرجوة منها، ويتخرج منها المتطوعين من القطاع المدني وقد تسلحوا بالعلوم والمهارات العسكرية، كما وتشتمل الدورة على مجموعة من العلوم العسكرية النظرية والعملية، والتي تم اختيارها بعناية فائقة لكي تؤهل المتطوع المدني وتحوله إلى رجل عسكري على أتم الجاهزية لتلبية نداء الوطن. بعد إعلان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن فتح باب التطوع للمدنيين في القوة الاحتياطية، ها قد انطلقت أولى الدورات التدريبية في مملكة البحرين ضمن المرحلة الأولى، حيث شارك عدد كبير من المتطوعين البحرينيين ملبين نداء الواجب الوطني، وأثبتوا أن المواطن البحريني يتميز بالحس الوطني والإنساني العالي والمسؤولية الاجتماعية وروح المبادرة والسعي الدؤوب لمجابهة مختلف التحديات. والله شعوري شعور أي مواطن يلبي نداء الوطن، خصوصا هذه تكون أول دورة تطوعية للمدنيين، فحبيت أشارك أنا فيها وأكون من الأول الدورات، من أول ما تأسست أكون أنا من البداية معاهم إن شاء الله. طبعا أول شيء الانضمام لقوة القوى الاحتياطية الملكية هو شرف عظيم وواجب وطني، تلبية لنداء الواجب تحت يعني أي ظرف وفي أي لحظة، لنكون يعني درعا للوطن في خدمته وحمايته تحت أي ظرف أي وأيا كان. فاليوم احنا متواجدين اليوم يعني شرف عظيم ان نكون من اول الدفعات من منتسبي القوى الاحتياطيه الملكيه، هذا طبعا يعني باب يعني مسار جديد في قوى الدفاع البحرين، اتاح لنا احنا الموظفين المدنيين الانضمام لقوى الدفاع البحرين في صفوف القوى الاحتياطيه. ان ما يتميز به المواطنين البحرينيين من ادراك واع لمفهوم عمليه التطوع جعلهم يبادرون بالمشاركة في القوة الاحتياطية، الأمر الذي جسد روحا وطنية معطاءة من خلال التكاتف والتعاضد الذي أبداه الجميع للدفاع عن الوطن والمواطنين،
حيث تم في المرحلة الأولى الاقتصار على فتح باب التطوع للمواطنين الذكور فقط من أقارب منتسبي قوات دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم، فيما سيتم في المرحلة الثانية إعلان فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع ذكورا وإناثا، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى. أنا فخور أن قبلوني دورة المتطوعين وأن انضميت مع زملائي المتطوعين، إن شاء الله راح نقدم الأفضل لمملكة البحرين. والله الحمد لله وقت التقديم رحنا وقدمنا وقابلونا ومع زملائنا كلهم المتطوعين، واليوم احنا اول يوم تعسكر معاهم، ان شاء الله نقدم احسن ما عندنا ان شاء الله في دولة الوطن ان شاء الله، وما قصروا قوة دفاع البحرين. طبعا هذه اول دورة تنطلق في البحرين حق الحملة التطوعية لقوة الدفاع، والحمد لله رب العالمين تم قبولي ويا زملائي، واكمل حاليا مسيرتي من بعد الوالد في خدمة هذا البلاد، وربي يحفظ البحرين. إن فتح باب التطوع في القوة الاحتياطية من قبل القيادة العامة لقوة دفاع البحرين وحرصها على حفظ أمن وأمان مملكة البحرين لهو إلى تكوين لبانة قوية في بناء هذه القوة العسكرية الباسلة التي ستكون الرديف القوي والظهير المساند لقوة دفاع البحرين، تلك القوة التي نذرت نفسها للدفاع عن الوطن وفدائه بأرواحهم. تلبية لنداء الواجب الوطني، بدأت القوة الاحتياطية الملكية اليوم أولى الدورات التدريبية في الاتحاد الرياضي العسكري، والتي تستمر لمدة شهر كامل لإعداد المتطوعين ضمن هذه القوة. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين.